أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين أوتشا أنه اكتمل بناء ما يقارب 62% من مسار جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية. وأضاف التقرير أن 85% من مسار الجدار يقع داخل أراضي الضفة الغربية وليس على طول حدود الأراضي المحتلة عام 48. وفي حال إنجاز العمل كما هو مخطط له فإن الجدار سيعزل ما يقارب 9% من أراضي الضفة بما في ذلك القدس المحتلة. هجم عدد من المواطنين الفلسطينيين الغاضبين مستشفى الخليل الحكومي وقاموا بأعمال تخريب داخل المستشفى واعتدوا على طواقم طبية، وذلك بعد وفاة سيدة حامل من قرية الشيوخ صباح اليوم داخل المشفى. وتدخلت قوة من الأجهزة الأمنية للسيطرة على المهاجمين ومنعهم من الاستمرار في أعمال التخريب. وأوضح مدير عام مستشفى الخليل الحكومي الدكتور وليد زلوم في تصريح صحفي بأن السيدة فداء الحساسنة 28 عاما وهي حامل قد وصلت المستشفى وهي تعاني من نزيف حاد، فحاول الأطباء السيطرة على الوضع والإبقاء على حياتها إلا أنها فارقت الحياة. في موضوع آخر، أدى عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك، وذلك رغم القيود الإسرائيلية التي حرمت الآلاف من أهل الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إليه. وقدرت مصادر فلسطينية أعداد المصلين الذين أدوا الجمعة الأولى في المسجد الأقصى المبارك بحوالي 250 ألف مصلين. اليوم هي رسالة المسجد الأقصى المبارك أن شدوا الرحال إلى المسجد الأقصى، اعمروني حتى أكون دائما شامخا بكم وشامخ بالإسلام العظيم وشامخ بالعقيدة التي تحملونها، وبالتالي هي رسالة عظيمة أرسلها أبناء شعبنا اليوم من خلال المسجد الأقصى المبارك لكل الأمة بأن المسجد الأقصى له أصحابه وله أتباعه وله حماته وله المرابطين فيه والذائدين عنه إن شاء الله. وفي موضوع آخر، نشر مركز المعلومات الإسرائيلي بتسلم في إسرائيل فيديو يظهر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الطفل وديع كرم أسودة والذي يبلغ من العمر 5 أعوام واحتجازه لمدة ساعتين بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. ويظهر الفيديو قيام مجموعة من وحدة جولاني التابعة لجيش الاحتلال باعتقال الطفل مسودة واقتياده إلى معسكر للجيش واعتقاله لمدة ساعتين قبل أن تفرج عنه وتسلمه لعائلته. ونختم الموجز بهذا الخبر. فقد أكد رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني اللواء جبريل رجوب أن زيارة فريق برشلونة الإسباني إلى فلسطين المقررة أوائل شهر آب المقبل ستكون فلسطينية كتالونية بامتياز. وكشف رجوب أن استقبال الفريق الضيف سيكون في مدينة بيت لحم، بينما ستجري فعاليات الحدث الرياضي على استاد دورة الدولي الذي سيتضمن مشاركة 40 لاعبا فلسطينيا من فئة الناشئين مع مدربيهم مقابل فريق برشلونة الكامل والاحتياط، حيث ستجرى تدريبات مشتركة داخل الملعب على 3 مراحل مع وجود شاشات عرض ضخمة يتم عرض عليها مقتطفات من حركات لاعبي فريق برشلونة. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.